هو العم دائما حكيه هيك، عن جد هو بيحب يمزح كل الوقت وما بتتخيلي قديش دمه خفيف. مزبوط، انا بعرف هالشي. انت خليكي معي. هلا ما بدك تحكي لي شي شغله بخصوصه لرفيقك؟ يلا احكي لي عنه شي. ايه اكيد رح احكي. انت يلي سالتيه؟ لا، هو يلي سالني. ايوه، مبين انه شب ذكي. مو انت اللي رح تحاكي اكيد، منيح اللي هو اللي بادر وحكى. هو يعني خلى حدا يحاكيني. كيف؟ هو ما حاكاني، لمح لي تلميح. كيف يعني؟ رو سكتي انت، استني شوي. ما حاكاني. مين اللي حاكاكي ها؟ العم أرفيند. وليش لا حتى هو يحاكيكي؟ لا، هو ما حكاني، بس لمح لي عن القصة. وشو حكى هذا أرفيند؟ هو دائما فايد بالحيط. لا، هو فهم كل شي صاير. حظك حلو. ولا أكيد كان صار معكم مشكلة كبيرة. وشو صار بعدين؟ ما كنت مقررة أني أترك الشغل. بس قلي لما نخطط لنتزوج ساعتها بتتركي الشغل. هلأ داومي. يعني الفكرة حتى هو رح يضطر يترك الشغل. ليش؟ يعني ليش لا تنجبروا تتركوا الشغل إذا بدكم تتزوجوا؟